أكسفورد أم موديرنا؟ من سيصل أولاً إلى اللقاح الذي ينتظره العالم منذ بداية هذا العام بعد أن عبث طبعاً كورونا بطريقة حياة الكوكب؟ قبل أيام قليلة كان لقاح موديرنا في المقدمة بعد الإعلان عن الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التجارب قبل أن تبدأ عملية الإنتاج الضخم. لكن اليوم تخرج أكسفورد وتتحدث عن تقدم جديد، مستويات سلامة مقبولة، أجسام مضادة مناعية قوية للمشاركين في التجارب، حتى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبدى تفاؤلا كبيرا وقال إن النتائج إيجابية للغاية، لكن شدد على أنه لم يتم التوصل للقاح حتى اليوم. هذا الإعلان يضع أكسفورد وموديرنا جنبا إلى جنب في الأبحاث، لكن التقنية تختلف. كيف؟ فموديرنا تستخدم تقنية اللقاحات الجينية بأخذ المواد الوراثية من الفيروس ووضعها داخل الجسم السليم لتحفيز المناعة والتعرف على فيروس كورونا ومواجهته إذا أصاب الإنسان. أما تقنية أكسفورد تختلف، فهي تقليدية بعض الشيء، لكنها حققت نجاحاً عن طريق تطوير بروتين فيروسي ضعيف يعزز الاستجابة المناعية عند الإنسان إذا ما أصيب بكورونا.